أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية والأخيرة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. استكمالا لتحديد وعاء الضريبة والملاحظات المتعلقة به، ثالث ملاحظة بيع السلع المستعملة هنلاقيها عندنا في الكتاب صفحة 47. السلع المستعملة حددها القانون إن هي كل سلعة موجودة عند المكلف ومر عليها سنتين فأكتر، وحدد دوت ان القيمة الخاضعة للضريبة او وعاء الضريبة هي القيمة البيعية مضروبة في 30% من القيمة، يعني القيمة الخاضعة 30% من القيمة البيعية فقط بثلاث شروط: ان يكون المكلف اشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، ان هو يتم استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين، ان يتم بيعها بمعرفة نفس المكلف اللي هي موجودة عنده السلعة دي. وبالتالي إذا لم يتوفر أحد الشروط السابقة ذكرها اللي هم الثلاث شروط اللي احنا قلناهم، بتخضع القيمة البيعية بالكامل للضريبة وليست 30% منها. إجابة مثال 9 صفحة 48. المثال بيقول إن في شركة اشترت يوم 1/1/2016 سلعة مش من السلع الخاضعة لضريبة الجدول بمبلغ 50,000 جنيه، وفي 20/1 باعت السلعة ديت من السنة التالية 2017 بمبلغ 40,000 جنيه. تعالوا الأول نشوف مدة استعمال السلعة عشان نقدر نحدد وعاء الضريبة بقد إيه. من 1/1/2016 إلى 20/1/2017 المدة أقل من سنتين، وبالتالي وعاء الضريبة هيبقى القيمة البيعية بالكامل اللي هي 40,000 جنيه، وتكون الضريبة على القيمة المضافة 40,000 × 14% ب5,600 جنيه. تعالوا نفترض ان مدة استعمال السلعة كانت اكتر من كده، السلعة اشتريناها في 1/1/2016 وقعدت معانا لحد لما بعناها في 1/12/2018، معنى كده ان مر عليها اكتر من سنتين، وبالتالي وعاء الضريبة هيبقى القيمة البيعية بالكامل في 30% زي ما القانون حدد، يبقى 40,000 × 30% ب12,000 جنيه، وبالتالي الضريبة على القيمة المضافة 12,014% ب1,680 جنيه. 4. بالنسبة للسلع المستوردة، بيتم حساب القيمة الخاضعة للضريبة اللي هي وعاء الضريبة كما يلي: قيمة السلعة زائد كل التكاليف الفعلية اللي احنا دفعناها لحد لما السلعة وصلت للمستورد من عمولة ونقل وشحن وتأمين وتفريغ، ديت بنسميها القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية، نحسب عليها الضريبة الجمركية ونضيفها إلى القيمة دي فتديني التكلفة الاستيرادية أو وعاء الضريبة، وبالتالي الضريبة على القيمة المضافة هتبقى وعاء الضريبة في 14% اللي هي النسبة المحددة قانونا. نجاوب مع بعض تمرين 13 صفحة 53. التمرين بيقول إن عندنا مستورد استورد أحد السلع وبلغت الفاتورة بتاعته 10,000 دولار، وعمولة الصنفار 2,000 جنيه، تكلفة الشحن 1,000 دولار، والتأمين 2,500 دولار، والتفريغ بالميناء 3,000 جنيه، وحدد لي ان معدل الضريبة الجمركية 20% وضريبة القيمة المضافة 14% وسعر تحويل الدولار 20 جنيه. هنبتدي الاول نحسب التكلفة الاستيرادية اللي هي وعاء الضريبة، عبارة عن قيمة السلعة 10,000 دولار في 20 جنيه، زائد عمولة الصنفار وديت موجودة بالجنيه المصري، زائد مصاريف الشحن 1,000 دولار في 20 جنيه، زائد مصاريف التأمين 2,500 دولار في 20 جنيه، زائد مصاريف التفريغ ودي 3,000 جنيه بالجنيه المصري. تطلع للقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة 275,000 جنيه. ناخدها نحسب عليها الضريبة الجمركية اللي هي 20%، يطلع 55,000 جنيه، ونجمعها على الوعاء اللي موجود فتطلع للتكلفة الاستيرادية اللي هي وعاء الضريبة 330,000 جنيه. نحسب الضريبة على القيمة المضافة 330,000 جنيه في 14% ب46,200 جنيه. الملاحظة الخامسة: السلع والخدمات اللي بتخضع لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة معا. ضريبة الجدول هي ضريبة محددة قانونا بتضاف أولا على السلعة قبل خضوعها إلى ضريبة القيمة المضافة، ومن السلع اللي بتخضع للضريبتين معا سيارات الركوب وأجهزة تكييف الهواء والثلاجات والديب فريزر وخدمات الاتصالات عن طريق شركات أو شبكات المحمول. تعالوا نجاوب مع بعض مثال 1 صفحة 82. المثال بيقول لي ان عندنا فاتورة تليفون محمول لأحد العملاء ب1,000 جنيه، ومعدل ضريبة الجدول عليها 8% وضريبة القيمة المضافة 14%. تعالوا نحسب الضريبة المستحقة على العميل ده. أول حاجة هنحسب ضريبة الجدول، هتبقى قيمة الفاتورة 1,000 جنيه في 8% 80 جنيه،
وبالتالي الوعاء الضريبي هو قيمة الفاتورة زائد ضريبة الجدول اللي هو 1000 جنيه زائد 80 جنيه، 1080 جنيه، يديني ضريبة القيمة المضافة 1080 جنيه في 14% 151 جنيه و20 قرش، وبالتالي فإن إجمالي الضريبة المستحقة على العميل بتاعنا هتبقى ضريبة الجدول 80 جنيه زائد ضريبة القيمة المضافة 151 جنيه و20 قرش، يديني 220 جنيه و40 قرش. وشكرا لحضراتكم، وكده هوت احنا انتهينا من مادة المحاسبة الضريبية للفرقة الرابعة. شكرا.